الو، ايوه يا دكتوره. ايوه يا فندم، معاكي ايوه لو خبيرة سمعت، التجميل محا السكران. ايوه يا فندم، لو سمعت يا دكتوره، انا عندي اتفضل بشره بقول تجميليه خبير. كده و الو، ايوه يا فندم معاكي، يا فندم سامعاكي. يعني بقول لك عندي بشره تجميليه كده وفيها سمار كده حوالين، يعني حوالين البق كده، السلب والخدود. فرحت للدكتور فعطاه، عمل لي تأشير وعطاني علاج كده، بس مش جايب نتيجة. السمار اللي حواليا ده ما زال زي ما هو. سامعاكي كويس، يعني في اسمرار، هرد عليكي حالا، في اسمرار حوالين الفم زي ما انا قلت. بالنسبه للاسمرار احنا قلنا الحاجه الوحيده اللي بتفيد فيه، احنا قلنا الطبيعه، الطبيعه اذا ما فادت ما تضر. طب انا كده يا دكتوره لو سمحت اوقف العلاج ولا ايه؟ خلاص حبيبتي، متشكره قوي، خلاص انا هرد على اسئلتك دلوقتي طب حالا. بس يا دكتوره، الموضوع اللي حوالين البق وكده، السنب ده مضايقني قوي. حاضر حبيبتي، ارد عليك، شكرا على اتصالك. بالنسبه للاستمرار زي ما قلت برضو، يا ريتها تكون سمعت الكلام اللي قلته وتكتبه. هو طبعا هقوله تاني، والعسل من اهم الاشياء اللي بتخلي البشره جميله جدا ونضره وبتشيل البقع، وكمان العسل ان هو بيشيل الندبات وبيلئم الجروح، واحنا كنا في السعوديه بنعالج بيه الدمامل والجروح والحروق كمان. يعني اذا اصيبت البشره بحرق في الايدين او في البشره، العلاج الوحيد ليها هو العسل النحل. وطبعا احنا عارفين الآية اللي بتقول اوحى ربك الى النحل ان اجعلي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وكلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.